السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حنان الكندرية. اليوم جيت نشارك معكم واحد المربى ديال الكاكي، الكونفيتير ديال الكاكي. هنا درت كيلو ونص ديال الكاكي، ها هو شريته صغيور، لقيته في السوق متواجد صغيور، ها هو ونقيته مزيان، زولت منه هاد العظيمين هادو الجليده ديالهم. وجبت هنا جوج كيسان سنيدة العنبة، جوج كيسان سنيدة، وكاس ديال العصير، ثمن كاس ونص ديال العنبة، كاس ونص العصير، وجوج كيسان سنيدة والكاكي. ونتمنى يكون التصوير واضح والهضرة تكون واصلة ليكم. ومرحبا بكم انتم. دابا هوا بدا كيغلي، هوا بدا كيغلي، غادي نزولو هاد الرغوة كلها، هاد الرغوة كلها كتزول، ولا كتزول حتى ما كتبقاش فيها الرغوة. هاد الرغوة كنزولوها منو، وعاد ديك الساعة كيري نتوما. دابا من بعد ما غلا زولت له ديك سميتو، انا طحنتو غير في الطحانة ديال اليد، ملي بغا يدير الميكسور يديرو، المهم انا طحنتو غير في الطحانة، وملي كيغلي هكا صافي كنطفيو عليه باش ما يزيدش يتقال. نتوما هو نتوما شتيو كيجا، دابا صافي. هو ديك الكاس د العصير اللي زدت له هو اللي عطاه لوكو بزاف زوين، خليت الطريفات شويه باينين. وبالصحه والراحه. دوقنا رد علينا الخبر هكا امين، غير شويه بركه. يلا دوق امين. زاد تبارك الله، جا زوين. ورفقتو بهذا الجبن، رفقتو بالجبن كنصاوبو في الدار. حصه اخرى ان شاء الله نوريكم الطريقه ديالو. هانتوما هانتوما الجبن كي داير، غنقسمو لكم باش غنذوقو. هانتين هانتوما شتي كي كيجي، كيجي بحال د المحلات هكا كرا مذوقين. دابا راه معايا ولاد حنان الكندريه مولات القناة، راه حنا كنذوقوهم هكا. امين ذوقت انتيا، شتي كي كيجي هانتوما. يا سلام، كيجي في الصراحة زوين، حسن ديال المحلات. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الشيء، وتهزونا في بالجيمات وبالبارطاج وبالكومنتير ديالكم، كيكونوا زوينين وحنا خفاف ظرف على قلوبكم. كنتمنى ان شاء الله وفرصه قادمه ان شاء الله، وكنتمنى من قلب قلبي ان شاء الله ديروا هذا الكونفيتير، الصراحه كيجي رائع زوين بزاف. وباقي غادي ندير لكم الكونفيتير ديال التفاح والكونفيتير ديال التين، وفرصه قادمه ان شاء الله بالصحه والراحه.